برحب بحضراتكم مرة تانية، واسمحوا لي أبدأ فقرتنا الدينية النهاردة بهذه الآية الكريمة من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صدق الله العظيم. أعتقد ده أحسن دعاء نبدأ به، لأنه مش بس آية كريمة من كتاب القرآن الكريم من كتاب ربنا العزيز، لكن كمان يعني هو أفضل دعاء ممكن نقوله علشان نوصل لحسن الخاتمة. حسن الخاتمة هو موضوع فقرتنا النهاردة، والحقيقة أنه هو موضوع بيشغل بال كتير جدا مننا. ايه الحال اللي هيكون عليه حالنا لما يتوفانا الله سبحانه وتعالى، وحبتنا حتى من حولنا كده حالهم هيكون عامل ازاي، وازاي المسلم يكون مطمئن للقاء ربنا سبحانه وتعالى. فخلينا كده نبدا مع حضراتكم فقرتنا، ونتحدث مع ضيفي الكريم الدكتور حسن القصبي استاذ الحديث بجامعه الازهر عن هذا الامر. في البدايه برحب بحضرتك دكتور حسن، وصباح الخير على حضرتك وجمعه مباركه يا رب عليك. اسعد الله جمعتكم، اسعد الله صباحكم، وكل عام وانتم بخير يا رب ان شاء الله، وحياتك طيب وبالف خير. دكتور حسن، يعني اكيد غايه حسن الخاتمه هي غايه مهمه لينا كلنا تقريبا، لكن في البدايه قبل ما نتحدث عن اسبابها وتفاصيلها وعلاماتها، ودي حاجه بتهم ناس كتير مننا في الحياه، يعني ايه اصلا حسن الخاتمه؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخاتمه هي الموت، عندما يحضر الانسان الموت ما هو حاله؟ ولذلك حسن الخاتمة معناها أن يوفق الله عز وجل العبد عند احتضاره عند موته على الطاعة، أن يموت على الطاعة، أن يموت على التوبة، أن يموت على الرجوع إلى الله عز وجل، أن يموت وهو يعمل أعمال صالحة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من علامات حسن الخاتمة أن الله عز وجل يحب العبد. كيف يحب الله عبده؟ في نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. فقال الصحابة: يا رسول الله، كيف يستعمل الله عبده؟ قال: أن يوفقه لعمل صالح قبل موته ثم يقبضه عليه. فكأن حسن الخاتمة هذه هي هاجس وغاية لكل إنسان، مظبوط، عامة وللمسلم خاصة، لأنه أمر حتمي آت لا محالة. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس قانون الله جل وعلا وسننه الكونية. طيب إذا كان هذا أمر آت لا محالة، يبقى الأصل الإنسان أن يفكر فيه وأن يشغل باله. هل المسألة عندما نتكلم في هذا الأمر فيها صعوبة؟ المسألة قطعية لا، المسألة في غاية السهولة. ما خلقنا الله عز وجل في هذا الكون حتى نكون عبادا في المساجد، أو نصوم الدهر كله، أو نذهب نجلس في بيت الله الحرام، أبدا. وإنما خلقنا في هذا الكون حتى نسعد بنعم الله فيه، وهذه النعم توصلنا إلى جنة الله عز وجل. هذه الجنة التي جعلها الله عز وجل جعلها لمن؟ للمتقين. ولذلك حسن الخاتمة سيأخذنا إلى السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان: كيف أضمن أو أصل إلى أن يحسن الله لي الخاتمة؟ سؤال يأخذ بأذهاننا جميعا. المسألة في غاية البساطة، نتتبع قانون الله وسنن الله في كونه. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم استقام. والاستقامة لن تضرك ولن تضيق عليك الحياة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إلا هيحصل تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا في الدنيا ولا تحزنوا في الآخرة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. التفت إلى الآية التالية: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن من؟ الله عز وجل. عندما يكون الله ولي في الدنيا، الذي يتابعني في الدنيا، الذي يعطيني في الدنيا، الذي يحفظني في الدنيا، الذي يرعاني في الدنيا، لا أخاف في الدنيا. وعندما يكون الله عز وجل ولي في الآخرة، يبقى أنا في غاية وقمة السعادة في الدنيا والآخرة. يبقى كأن المسألة استقامة. الاستقامة دي لمصلحة مين يا أستاذة هند؟ لمصلحة الإنسان ذاته. أنت الذي إذا استقمت أولا ستسعد في الدنيا، ستكون في أعين الناس في أعلى المنازل. أولا ستجد كل خير في هذه الاستقامة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. مظاهر الاستقامة، هنعمل إيه في الاستقامة دي؟ أن تقوم بالعبادات التي فرضها الله عليك، وحول كما اتفقنا في هذا المكان في حلقات سابقة العادات إلى إيه؟ الجو بنت إلى عبادات بسهولة جدا. أدي فرضك، أدي عملك، أحسن إلى زوجتك،
تحسن إلى زوجها، تحسن تربية الأبناء، تتقن عملك، تحب وطنك، تفيد المجتمع الذي تعيش فيه، تكون نافعا لنفسك ولغيرك، هذه ببساطة الاستقامة التي أرادها الله عز وجل. طب دكتور حسن، يعني كلام حضرتك الحقيقة شيق جدا وبيحمسنا كده كلنا ان احنا ندعي من قلبنا ويعني نكون دايما على خطى يعني بترضي ربنا سبحانه وتعالى. بس دايما في سؤال يعني بيشغلنا كلنا، لما حد من أحبتنا مثلا بيتوفاه الله، فبنقعد نقول بقى يعني ده هو يعني في بعض العلامات ظهرت عليه، انا مطمن عليه، شكل وشه يعني كان منور مبتسم، في علامات كتير، يعني هل دي ليها علاقه بحسن الخاتمه؟ وما هي العلامات التي عندما اراها على اي من حولي من احبتي ان انا اطمن عليه واحس ان هو فعلا ربنا ان شاء الله يعني راضي عنه، ودي من علامات حسن الخاتمه؟ علامات حسن خاتمه كثيره، من بينها أن يختم الله لي على طاعة. احنا بنسمع في واحد أصلا مات وهو ساجد، مزبوط. مات وهو راكع، مات وهو يتكلم في خير، مات وهو في عمله، مات وهو يقدم خيرا لنفسه أو لغيره، كل دي علامات. نيجي الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا عرق الجبين علامة من علامات حسن الخاتمة، لأن في حديث عن النبي عليه السلام موت المؤمن بعرق الجبين. الشهداء وما ورد فيهم، والمبطون والمطعون والغرقى والحرقى، هؤلاء ألم يكونوا شهداء؟ الذي يرابط في سبيل الله عز وجل ويموت شهيدا، أليس هذا علامة على حسن الخاتمة؟ أن يرى الناس ابتسامة على وجهه، أن يرى الناس نورا على وجهه. وكم من ينقل إلينا من حضر، من احتضر أو مات، وينقل أنه كان على وجهه نور، أنه كان يرتل دائما في آخر لحظاته يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هناك من يختم الله له بقراءة قرآن كريم، هناك من يختم له بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل دي علامات تدل على حسن الخاتمة. يبقى كأن الله يبشرنا ويطمن الأحياء على هذا الذي رآه أو رأيناه في حياتنا، الذي نحبه ونقدره ونتعلق به، لا تخافوا عليه، بين يدي من هو أرحم منكم، ولذلك الذي نراه على غير هذا لا نحزن عليه وإنما نفرح له. نحن على قيد الحياة لا ندري كيف يختم الله لنا. ختم الله لك بمن أحببت أمام عينيك على خير، فاحمد الله عز وجل. نحزن كان يحزن القلب للفراق، ولكن نستبشر خيرا. أريد أن نأخذ بعد هذه العلامات حتى نأخذ بأيدي الناس كيف نؤكد وكيف نسعى ونطمئن إلى حسن الخاتمة. مزبوط. تكلمنا عن الاستقامة، مزبوط. تكلمنا عن أمر مهم جدا، صنائع المعروف. صنائع المعروف تقي مصارع السوء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى كلمة صنائع المعروف؟ أن تقدم كل خير تستطيع. إن كنت تستطيع أن تقدم خيرا بالمال، قدم بالمال. إن كنت تستطيع أن تقدم بالنصيحة، قدم بالنصيحة. بالكلمة حتى، بالكلمة، بالابتسامة، بتفريج الكرب، بإذهاب الهم، بإدخال السرور، أن تؤدي ما عليك. لا نستصغر أي أمر، يعني الحقيقة لا تحقرن من المعروف شيئا. لا تحقر شيئا، لأن الشيء اللي أنت بتحقره ده قد يكون عند غيرك عظيم، فلا تحقر شيئا. الأمر يستطيع أن يفعله كل إنسان. على سبيل أيضا الأمثلة، التقوى. الله عز وجل يقول لنا في القرآن الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مخرجا منين يا أستاذة هند؟ مخرجا في الدنيا من الكربات، ومخرجا فين؟ في الآخرة. التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان دائما ما يدعو يا مثبت القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ثبت، التثبيت يستمر في الحياة وإلى أن يحضره الموت. وبالتالي أستطيع أن أعيش في هذه الدنيا متنعما بنعم الله عز وجل، وأن أحسن الخاتمة. استمع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من صلى البردين دخل الجنة. إيه هم البردين؟ صلاة الفجر وصلاة العصر. طب بقية الصلوات؟ أكيد لأن من صلى الفجر حافظ على الظهر، ومن صلى العصر حافظ على المغرب والعشاء. عشان بعض الناس يقول لك صلى البردين، أنا أصلي إيه؟ الفجر والعصر. الفجر والعصر ليس هذا مقصود على الإطلاق، ولكن من حافظ على أشق الصلوات على النفس كان فيما دونها أحفظ. وبالتالي الصلوات تؤدي بك إلى هذا، حسن المعاملة تؤدي بك إلى هذا،
أداء عملك يؤدي بك إلى هذا. حسن الخاتمة أمر لا بد أن يلتفت إليه كل إنسان، لا يشغله الدنيا عن الآخرة ولا تشغله الآخرة عن الدنيا. فكرة التوازن دي مهمة جدا دكتور حسن، وكويس ان حضرتك اشرت ليها. واحنا في ايام عظيمة مباركة، احنا النهاردة يعني بنتكلم عن 12 رجب، يعني دخلنا في طبعا يعني الاشهر الجميلة وصولا لشهر رمضان. ربنا يبلغنا رمضان يا رب جميعا ان شاء الله، لا فاقدين ولا مفقودين، ويتقبلوا منا ويعيننا فيه على حسن الطاعة ان شاء الله. ازاي استغل هذه الايام ان انا يعني، هل في من الأدعية المعينة اللي دايما تخلي يعني حسن الخاتمة في بالي؟ في أدعية معينة مخصصة لهذا الأمر، ولا فقط الأعمال اللي حضرتك أشرت ليها والآية الكريمة اللي ذكرناها في بداية الفقرة؟ لا شك اللي ذكرناه الآن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك. دائما ما ألهس: اللهم إني أسألك حسن الخاتمة. الدعاء دائما بحسن الخاتمة، الدعاء أن ييسر الله لي عمل صالح، أن يوفقني لعمل صالح، أن يحفظني على الطاعة، لأن الإنسان لا يدري متى الخاتمة. مظبوط. طيب، وفي ناس بتتغر، وفي ناس بتتغر الحقيقة دكتور حسن، ودي بتبقى نقطة صعبة جدا. يعني ممكن تلاقي يعني رجل صالح أعماله صالحة، بيحافظ على العبادات وليس مجرد عادات، لكن بيحس أن أنا أكيد هيبقى عندي حسن خاتمة. فكرة إن إزاي الإنسان يعني، هل في ضمان لهذا الأمر؟ لا يضمن ذلك إلا الله عز وجل. ولذلك أنا سألهس إلى الله عز وجل: يا رب اجعلني على هذه الطاعة مستمر. لأن في حديث عاوزين نفهمه يا أستاذة هند، يعني قد يغفل بعض الناس عن معناه. حديث إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بأربع كلمات: بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. ثم يخصم النبي عليه الصلاة والسلام، ويخصم لأن المعنى قد لا يسعوه البعض: فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأمر الثاني ده كثير، أن يكون على غير الطاعة ثم يهديه الله إلى الطاعة، ده الغالب وده الأكثر وده الأعم. لكن إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، ده مخيف جدا. ما معنى هذا؟ الأصل لا تخاف، لأن في رواية أظهرت لنا المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم رواية بتقول إيه: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. يعني يصلي رياء، يصوم رياء، يزكي رياء، يذهب إلى بيت الله الحرام رياء، يتكلم رياء. المسلم العادي الطبيعي أكيد بيصلي لله طبعا، مخلصا لله، ويزكي مخلصا لله، ويصوم مخلصا مش لله، عشان يقولوا عليه. فأنت ما تخافش، لا تخاف من هذا. إنما الذي يخاف والذي يفعل ذلك رياء. إذا كان الإنسان لا يضمن أن يستمر على ذلك، يبقى الضمانة الوحيدة الذي تجعلك تطمئن القلب أن تكون دائما في طاعة الله عز وجل، طاعة عبادية وطاعة تعاملية، عشان الناس لا تقصرها على العبادات فقط. عبادية وطاعة تعاملية، لأن الإسلام شعائر ومعاملات، دين أخلاق، آداب ومعاملات، الدين المعاملة. فلا تجعل الإنسان الذي يخاف على حسن الخاتمة يمكث في مسجد ولا يخالط الناس ويترك الدنيا. من قال ذلك؟ تركك لهذه الدنيا غيرك الذي يسعى فيها أفضل منك. وبالتالي الحديث أظهر لنا: إذا كان الإنسان لا يعرف الغيب ولا يعرف ما هو قادم غد، والغد في علم الله عز وجل، أضمن ضمانة تضمن لك حسن الخاتمة أن تستمر على الطاعة، فإن قبض الله نفسك كنت مطمئنا أنك على طاعة. يا رب ربنا إن شاء الله يرضى عننا جميعا. طب دكتور حسن، يعني أنا جيف بالي وحياتك بتتحدث كده، أن في بعض العلامات يعني بعض بيأخذها، عايزين بس نرد عليها سريعا دكتور حسن. هل الوفاة يوم الجمعة علامة من علامات حسن الخاتمة؟ هل الوفاة ليلة القدر؟ هل الوفاة في شهر رمضان؟ هل الوفاة في أيام مباركة عموما تدل على حسن الخاتمة، ولا ليس لها علاقة؟ هو حضرتك إحنا بنستبشر خيرا، ولكن الأصل العمل. الأصل إيه؟ العمل. ومن مات أفضى إلى ما قدم.
نستبشر خيرا، لكن مصيره وأمره بين يدي من؟ بين يدي الله سبحانه وتعالى. وبالتالي من مات ليلة الجمعة، من مات في ليلة القدر، من مات في رمضان، من مات في مناسبة كريمة، نستبشر له خيرا، وهذا من باب البشريات، وإحنا أمرنا بالبشريات، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر وأمرنا أن نتفائل، لكن أمره بين يدي من؟ بين يدي الله. بس الطمأنينة الكبرى يا أستاذة هند، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأرجو أن نوضح آخر كلامه ليس شرطا أن يكون آخر لفظه، وإنما من كان آخر كلامه معناها من كان آخر حاله، حاله قبل أن يدخل في مرض موته أنه كان مصليا، كان مزكيا، كان صائما، كان حجا إلى بيت الله الحرام، كان يقدم الخير. ولذلك هذا الحال هو الذي يعطينا البشرى الكبرى، أن الله عز وجل لا يعذب لسانا نطق بالشهادتين وأخلص بقلبه لله عز وجل. ربنا يجعلنا منهم يا رب يا دكتور حسن والسادة المشاهدين جميعا. بشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم دكتور حسن القصبي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، شكرا جزيلا يا فندم، نورتنا. شكرا لحضرتك وللسادة المستمعين، ونسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة جميعا يا رب. ربنا يحسن خاتمتنا جميعا إن شاء الله، وكثروا من الدعاء في هذه الأيام المباركة. ربنا يا رب إن شاء الله يرزقنا الجنة ونعمها جميعا بإذن الله. بشكركم مشاهدينا على المتابعة، بكده بتكون انتهت فقرتنا الدينية، لكن أبدا ما بننساش الأطفال، كل يوم جمعة عندنا فقرة مميزة مع زميلتنا حنان المطعمي والطفلة الجميلة النهاردة معاها هايدي سمير.